كيف ضمن منحة الاتحاد الأوروبية عودة اللاذعين واندماج اللاذعين على تحدي كبير. Yeah, we're happy to be interested in this. So we will read the report carefully. هو جماعه الانتخابيه المتحركه اللي هي It has been largely supported by the governor of New South. هذه أيضا هدايا من أبراج منفوشة. شكرا جزيلا. هذه صناعة الموصل. موصل. هذه مقتنيات من الريجنز. مشير عبد السلام عارف الموصل في مقابلة رئيس لواء الموصل. تكلمنا مع أهل المنظمات يقولوا الدول المانحة هاي تعليماتها 100% مدمرة. والجثث لحد الآن تحت الأنقاض. يعني معكم لازم في جهود أكثر من الحكومة المركزية وأيضا من المجتمع الدولي. نعم. لتوفير الدعم. بالإضافة إلى هذه القطع المتوسطة الحجم والصغيرة، هناك قطع أصغر بعد تم وضعها في صناديق شيلف 1 شيلف 2 كان سي لتنظيم كل شيء. يس. أنا سعيد جدا أني هنا في المتحف. المتحف يعني سمعت عنده تاريخ مميز في الموصل وفي العراق وفي العالم، وأني سمعت أن في خطة لتسميم كل شيء ولإعادة إعمار المتحف مع دعم وتعاون من فرنسا ومن أمريكا. أيضا أني سمعت أن في تواصل مع المتحف البريطاني، وتكلمنا عن الفرص لدعم أكثر من بريطانيا وأيضا من المجتمع الدولي. أكيد الدعم المالي شيء مهم جدا للمتحف وللموصل، بس أيضا مهم جدا أن راح يكون في تواصل بين بريطانيا والعراق، وتبادل المعلومات، تبادل الأفكار، وأيضا سفر بين الموصل ولندن والمدن أخرى في بريطانيا. فأني أعتقد أني متفائل جدا الآن أن مع الاستقرار ومع الأمن في البلد وفي موصل أن راح يكون في فرص أكثر لتعاون ولتنسيق بين المتحف والمتحف البريطاني في لندن ومع المجتمع الدولي. زيارة السيد سعادة السفير البريطاني إلى متحف الموصل الحضاري تعتبر زيارة تاريخية والأولى من نوعها للإطلاع على حجم الدمار وما آل إليه متحف الموصل الحضاري في الفترات التي ناهزت أو عاصرت فترة دخول عصابات داعش الإجرامية وقيامهم بتدمير المتحف الممنهج وعمليات السرقة والسطو التي تمت على قاعاته وآثاره التي كانت معروضة في داخل المتحف. تم التكلم والتباحث مع سيادة السفير وأوضحنا له بشكل موجز وتفصيلي عن كل ما تم من إجراءات سريعة وإجراءات عاجلة للحفاظ على ما تبقى من القطع الأثرية الموجودة، وبالإضافة إلى مشاركة وانضمام المنظمات العالمية وللمساعدة وتقديم الدعم للمتحف، إلا أن أشرحنا له أن هناك تباطؤ في العمل وهناك أمور يجب أن نجتازها من خلال وجود العقبات وإزاحة العقبات التي تمر في طريقنا. عمل المتحف يكون على محورين: إعادة تأهيل بناية المتحف، وبالإضافة إلى عمل ترميم وصيانة القطع الأثرية المحطمة التي في داخله، وهذا سيكون مناط إلى منظمة سميثسونيان الأمريكية لإعادة تأهيل بناية المتحف، بالإضافة إلى متحف اللوفر في باريس في فرنسا الذي سيتبنى إعادة تأهيل وترميم القطع الأثرية المحطمة في داخل المتحف.